السلام عليكم. اليوم رجعنا لكم بدرس جديد وهو الباك اوف. الباك اوف هو خاص ب من ضمن عمليات الفيشنج، لكن هو كبدايه لعمليه الفيشنج في حال انه اكو جزء حر نقدر نحرره. بشكل مبسط راح نشرح الباك اوف جزئين، جزء نحدد به النقطه الحره، وجزء وجزء شلون يعني نحدد بالبداية تحديد النقطة الحرة، والجزء الثاني طريقة التحرير. طبعا نبدي بأول نقطة اللي هي انه انت شلون طرق تحديد النقطة الحرة. طرق تحديد النقطة الحرة او المكان الجزء الحر من الانابيب الملتصقة عفوا، يما باستخدام معدات جيس يتم انزالها داخل الانابيب، وهذه المعدات هي free point indicator. free point indicator هي لتحديد الجزء الحر من الجزء الملتصق. free point indicator جهاز ينزل بداخل السترينج داخل الانابيب، نحدد المكان اللي يكون به الفري بوينت. هذا اذا ما نوجد عندنا الجهاز، اذا ما قدرنا نستخدم معدات جيس لتحديد النقطة الحرة شو نسوي؟ اكو طريقة ثانية اللي هي طريقة حسابية من خلال هاي المعادلة اللي تشوفوها قدامكم. هذه المعادلة تحدد لي الجزء الحر في الجزء، يعني من خلال تحديد بعض المتغيرات داخله. ال L هنا معادلة، هذه ال L هي length of free pipe، طول الجزء الحر من الأنابيب. هذا ثابت 2.675. زين خلينا نكبرها شوية. عندنا ال P drill pipe اللي هو ال weight bare meter of pipe، وزن الوزن لكل متر بالنسبة لأنابيب الحفر أو أنابيب التيوبينج أو أي أنابيب ملتصقة. هذا الرمز differential stretch in millimeter or differential pull T2 إلى T1. ال T1 و T2 هذا التنشن اللي راح اسحبه على السترنج، من خلاله راح احدد هذا الرمز، هذا المتغير. طبعا هاي المعلومات خذتها من خذتها من الداتا هاند بوك. اوكي شوف هذا مثال، طبعا هذا راح اشرح لكم جزء بسيط جدا، جزء بسيط جدا. مثال شارح لك طريقة يعني شلون هنا أنا مستك التجويف 8.5 وكثافة ومحدد خطوات. اوكي فهو هنا هذا المثال لازم تتوفر عندك هاي المعطيات كلها حتى تقدر انت تشتغل على اساسه. حتى تحدد النقطة الحرة لازم تحسب حساب الماكسيمم بول اون دريل بايب، كالكوليت ذا ماكسيمم بول اون دريل بايب، يعني اعظم قدرة للسحب لانابيب الحفر. زين تنشن لود ات مينيمم يلد سترينث، طبعا هذا مين تجيبه هذا الرقم؟ وين نروح؟ نروح الى جداول لليلد سترينث، نيو بريميوم كلاس اند كلاس 2 دريل باي. طبعا هذا هم موجود عندك تورشنال اند تنزايل، زين للالتواء والشد.
يعني مطاوعة الأنبوء. هنا احنا عندنا شقد؟ عندنا قياس 19.5. شنو هو بريميوم كاتب لي هو هسه هاي ذا لا كاتب لي هنا بريميوم. شوفه كلاس بريميوم دريل باي طبعا اكس 95 الجريد مالته 19.5. حلو نجي هنا هسه هذا عندنا هنا عندي 5 انش عندي 19.5 عندي بريميوم. تروح هنا تجي طبعا احنا نشتغل وين 10.3 دان هذا مو اي اكس 95 ايش قد 175.4 اوكي هاي التنزال هيلد سترانث. نجي هنا شوفه تنزال يلد سترينث اللي هو التنشن اللي شوفه 175 يعني ايه الفارق. الماكسيمم اللاوبل اللاوبل بول مالتي الضربة في 0.9 هذا ثابت اتشي ثابت 0.9 يطلع لك شنو اعظم سماحية للسحب هذا 158. خلصنا من الفيرست ستيب. السكند ستيب تحسب لي الوزن وين بسائل الحفر محتمل ملح محتمل ماي محتمل اي سائل محتمل نفط زين تحسب هذا الحساب تاخذ انت لازم عندك شنو عندك باونسي فاكتور. باونسي فاكتور شلون طلعه باونسي فاكتور اروح هسه احنا هذه من يا صفحة هاي 55 اوكي 55 تروحون بالداتا هاند بوك تلقى هذا الرقم هذا. هسه روح المن الى صفحة 35 بالداتا هاند بوك راح تجي هذا الكي واحد مد دينسيتي على ستيل دينسيتي. الستيل دينسيتي 7.8 ثابت اوكي المد دينسيتي اللي هي 1.4 هذه اوكي فانت ايش تسوي تقسم 1.4 على 7.8 واحد ناقص هذا ال شو اسمه التقسيم راح يطلع لك لقيت 0.822 تضربها بيمن انت هنا بالبدايه تطلع الطول عندك عندك طول 2247 هذا كله الدريل بايب والدريل كيلر. الدريل كيلر 247 وعندك الدريل بايب 2000 متر اذا تجي 2000 متر الدريل بايب في جد وزنه بالكيلوغرام لكل متر يطلع 63.600 يعني 63.6 10.3 دام زين. ترجع بعدين عندك ال 247 في وزنه 149 كيلوغرام لكل متر يطلع عندك 37 10.3 تجمعهم ذني كوزن بالهواء ذني بس انا اريدهم وين بالطين تضربهم بالباونسي فاكتور اللي هو هذا في 0.822 انا ما راويتكم طبعا اكو فد شيء جدول هو هذا جدول مال دينسيتي كيلوغرام باوند بير جالن باوند بير فوت تكعيب هاي كثافات مختلفة انت تقدر تستفاد من عند قبل تطلع الكي اللي هو فاكتور كي الباونسي فاكتور اوكي تطلع لك قبل عندك هنا هسه مثلا عندنا 1.4 ايش قد طلعت لي هاي شوفه 0.822 حلو ايش راح يصير عندك هنا حسبنا هذا شو اسمه حسبنا التوتال وضربناه بالباونسي فاكتور ايش طلع عندي 82 82 هذا الويت مال من مال دريل سترينج وين بيمن بي الطين اوكي عندي 158 اعظم سماحية اقدر اسحب بيها السترينج وعندي الوزن وزن عندي 82 وزن السترينج داخل البير زين نقص هذا من هذا يطلع لك المارجن الهامش الالاوبل
فول مارجن يسمونه، يعني سماحيتك اللي تسحب بيها اللي هي 75.10.3 دان. واكو بالداتا هاند بوك يحول لك هذا الى طن، اكو بالداتا هاند بوك اكو يعني معادلة التحويل تقدر تشوفها ب اللي تحول لك هذا الرمز. زين احنا هنا هسه سوينا هذه السكند ستيج او ستيب لاف، نجي على اليمن على الثيرد ستيب. pull on the drill pipe drill string until the weight indicator shows a pull T1. اوكي هسه هنا راح احكي لكم اياها هيك على السريع. pull T1 off 105 زين 10.3. انا ايش قد كان عندي هنا؟ قال لي انا عندي 175. 105 هذا اكزامبل، شوفه كاتب لك هو رقم واحد معناته اكزامبلز اونلي، بمجرد يعني هيك فد مثال. زين draw a mark at the Kelly pushing level، سحبت 105 وبعدين هاي راح هيك احكي لكم اياها وبعدين اوضح لكم اياها بالرسم. اكو رسم انا مرتبه حتى يوضح لك هاي السالفه. تخط خط ابلاي 110 بعدين تسحب 110 وهم نفس الشيء ترجع تخلي خط يمتي من بعد ما ترجع تسحب 110 وبعدين ترجع المن للوزن اللي سحبت به اول مره اللي هو T1 105 وتخط الخط الثاني. اوكي خلينا خط فيرست يجي لك هذا الخط الثاني اللي ما يعني ما صار بنفس مستوى خط ال 105 يجي لك difference caused by friction of drill pipe in the hole بسبب احتكاك الانابيب بمن بالتجويف. بينات هذين الخطين اللي طلع عليك ترسم خط بالنص بنص. زين fourth step first above as above applying T2. هسه شنو كان عندنا 105 T1 هسه راح نسحب على 135 ونخط خط بمستوى البوشينج وبعدين نصعد المن لل 140 وبنفس الوقت شنو هم نرجع ل 135 يعني نسحب وننزل ننزل الى الويت انديكيتر ما تكون 135 ونخط خط ثاني وبنفس الوقت هم نخلي خط بيناتهم. اوكي وبعدين ترسم خط بين الخطين الميد زين وتقيس المسافه على سبيل المثال تطلع لك 700 ملي متر. اوكي ملي متر تقسمها على 10 70 سنتيم يعني اقل المتر تيجي تطبقها بهاي المعادله الويت مال تدري البايب وهاي ال 700 اللي حصلناها من هذه الرسومات T1 استخدمنا 105 T2 135 راح يطلع لي اللينث مالتي الطول الحر هو 1985. زين 1985 الطول الحر معناته انا وين معناته انا فوق الدريل كيلر. ليش؟ لانه اخر شيء 2000 اللي هو طول الدريل بايب من بعدها 2001 هو دريل كيلر يبدي. 1985 معناته انا فوق الدريل كيلر اذا الستيك 1 صاير بالدريل كيلر. زين اذا شي يقول لك هنا conclusion the sticking point is nearly at the top of drill killers اذا انا مستكوين فوق الدريل كيلر. طبعا هذا هنا أنا يحدد لك ايش قد عدد الدورات حتى لكل 1000 متر حسب الجريد مال تدريل باي اعتمادا على القطر ووزن الانبوب. زين خلي اشرح لكم الطريقه اللي حكيناها اللي شلون حصل هذا الرمز. بالبدايه هذا الانبوب ما ادري البايب وهاي البوشينج راح شو نسوي نسحب التي 1 اذا تتذكرون ايش قلنا تي 1 هي 105 لنفرض فرضا 105 سحبنا وخطينا الخط على طبعا هنا حتى اوضح لكم اياه لان ما اقدر كل شيء اخليه ويا البوشينج. زين بعدين ايش كملنا سحبنا للمية وعشرة
ونزلني خوش حكي. من نزلني ايش بقى عندي؟ بقى عندي زياده، انا كان عندي هذا الخط خوش، بعدين نزلني ما نزل عندي 100%، خطيت هذا الخط، هذا على ايش اسمه الويت انديكيتر مالتي، سحبت على 110 ونزلت، بديت انزل اوصله الى 105، ما دخل البايب بداخل البوشنج ووصل لي للخط هذا نفسه، لا هذا خط ثاني، صارت اكو مسافه جاب بيناتهم، فجوه. هاي الفجوه بسبب الفريكشن الانابيب ويا من ويا التجويف. فيقول لك تشخط هذا الخط بيناتهم مد زين، يعني وسطي، خط وسطي بين هذا الخط وهذا الخط زين. بعدين الديوان صعدت بعد فوق، بعد ما انا شغل بيها سحب، ايش قلت سحب اكثر على اليمن على ال 135 هنا، من سحب على 135 خوش، مفروض اسويكم بعد وحده ثانيه يعني على متحته تبين لكم، سحب على 135 خط هذا الخط على البوشنج، ورجع بعدين سحب على 140 ورجع على 135 وخط هذا الخط، واكو خط بيناتهم صار. فيقول لك هاي المسافه، هذه المسافه هذه شوفها، هي تقدر تستخدمها بهاي المعادله حتى تدخلها وتطلع لك length of free pipe. هو هذا الشرح من هاي الفقره، هاي الفقره شوفها، هاي هاي زين، انه انت يسمونه الداتوم يسموه خوش، هذين الخطين هن عن طريق ان تقيس هاي المسافه وتشوف ايش قد المسافه اوكي. هذا الجزء الاول، مين الجزء الاول حددنا طول الجزء الحر. طبعا هنا شوف هنا الباك اوف شارح لك اياه كامل زين، فهنا ايش قال لك؟ بيفور اني باك اوف ديترماين ذا ديبث اوف ذا ستك بوينت يوزنج ان اكستنسوميتر اور باي ذا ستريتش تيست، او استخدم طريقه شنو التمديد، تمديد شنو لان قاعد ينسحب عندك زين، هذا التمدد بالجسمه، تمدد بالانابيب راح من خلاله تعرف الجزء الحر. والهاي سي كي 18 هو الدرس الجزء الاول اليوم اللي شرحنا، بعدين هنا يبدأ بالخطوة الثانية ان شاء الله بالجزء الثاني يشرح لكم اياها، انا ما اطول عليكم حتى تفتهموها، هذا القصد ان شاء الله جزء ثاني حتى نخلص من الباك اوف ونبدي ان شاء الله بدروس ثانية، محتمل نشتغل على الفيشنج ان شاء الله، معدات الفيشنج، معدات الفيشنج هواي، بس شنو نشرح الاساسيات ونحاول نشرح العمليات اذا الله سهل. واتمنى هذا الدرس يعني يكون فشي جديد ومعلومه جديده تستفادون من عندها، وتكون يعني تبدي يعني بعمليات، خلينا نقول نبدي بعمليات اكثر مما نشرح معدات، لانه المعدات احنا راح نحاول قدر الامكان نقلل من شرح المعدات، يعني نتجه باتجاه العمليات، والمعدات احنا مستمرين بها بشرحها، بس اهم شيء العمليات. شكرا جزيلا ونشوفكم بخير ان شاء الله.